استمتع بتجربة جديدة من أحلى مكان في العالم. سكاي دايف فيروز شرم الشيخ. هتنبسط. لو بتحبوا المغامرات، مغامرات في أحلى مكان في العالم شرم الشيخ. لو عايزين تعملوا سكاي دايفينج وتجربوا حاجة جديدة، please join سكاي دايف فيروز. فعلا مصر بتتغير. حدثين أول مرة يتم مع بعض على أرض شرم الشيخ. منتدى شباب العالم ومهرجان الأفضل المظلات. والأجمل إنك تشوف شرم الشيخ من السماء مع سكاي دايف فيروز. من أجمل المغامرات اللي جربتها في حياتي كانت سكاي دايف. هنستناكوا تجربوا التجربة الجميلة دي في مدينة من أجمل المدن السياحية في مصر، ومش في مصر بس، في العالم كله، شرم الشيخ. مغامرة كبيرة جدا جدا جدا، وحدث الحقيقة بيحصل في مصر، وأعتقد من العالم كله كمان هيتابعوا. هستناكم في شرم الشيخ. استمتع بمغامرة مختلفة في مكان مختلف، في مكان من أحلى وأجمل مدن العالم، مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، مع سكاي دايف فيروز. لو عايز تشوف مصر من مكان تاني وبإحساس مختلف، عيش المغامرة مع سكاي دايف فيروز. كده رؤية مصر لـ 2030 شاملة فعلا. رياضة جديدة لجمهورية جديدة.